حنان؟ نعم. عايزه ايه؟ انا تعملي فيا كده يا نعمه؟ هو انا لسه عملت حاجه؟ امال لو ما كناش اصحاب كنت عملتي ايه؟ ده كان زمان يا روحي. معقوله الفلوس تغيرك بالشكل ده؟ انا عمر القرش ما يغيرني وعمري ما اغدر باصحابي، لكن انتي غدرتي. انا؟ تكونيش فاكراني عبيطه يا بت، مش انت اللي روحتي حطيتي لي المخدرات وبعتي لي البوليس؟ ايه هو في غل يوصل لغايه كده؟ خفت علي منك يا حبيبتي، كان هيموت عليا ورفضته، مش عايزاه علشان صاحبتي حبيبتي، لكن بعد عملتك السودة دي هاخده منك. يا خطفت الرجاله انت ايه؟ انا هموتك. ايه يا مت؟ مش هسيبك ابدا. يا بنت تعالي هنا. ابعدي ابعدي. ايه بتعملي ايه؟ ابعدي عنها يا مجنون انت. يا مجنون الحمد لله اني جيت عشان الحق الكارثه دي قبل ما تحصل. كمان خايف عليها؟ انا خايف عليكوا انتوا الاثنين، اللي بتعمليه ده ممكن يودينا كلنا في داهيه. يا اخويا كنت هروح فطير. خفيش يا نعمه انا معاكي. بلا معايا بلا نيله، انت تاخد الست دي وتخرجوا بره انتوا الاثنين. يعني ايه؟ يعني خلاص بخ ما بتجوزش. هو لعب عيال ولا ايه؟ لعب عيال. انا كنت عايزه ادي البنت دي قلم واربيها، لكن اكتشفت ان العند بيولد الكفر، وخصوصا مع واحده غبيه زي دي. احفظي ادبك بدل ما تضربي. اعملي ايه تاني يا اختي؟ مخدرات وحطيتي لي كنت هتوديني في 60 داهيه، ودلوقتي وجايه عايزه تقتليني، عايزه تعملي فيا ايه تاني؟ بحافظ على جوزي عشان ما تاخدوش مني. يا اختي انت معاكي الرجل الاخضر، ما انت معاكي راجل زي اي راجل، وهو في راجل يستاهل تودي نفسك في داهيه علشانه جاتك نيله؟ ليه كده بس يا نعمه؟ ما تحترمي ان انا واقف قصادكم. اسمع يا نديم، انا ما صدقت اني اعيش يا اخويا، ومش اول ما حبتدي اعيش هتيجي واحده زي دي وتموتني. يا نعمه فهميني. يا اخويا ما بفهمش، انا بحب نفسي ومش هفقدها علشان واحد زيك. يا نعمه اوعى ايدك، انت تاخد الست دي وتطلعوا بره دلوقتي حالا، والا والمصحف هطلب لكم البوليس. يلا عايزه ارتاح. حصلت؟ يا اخويا يا روح ما بعدك روح. ماشي يا نعمه، انا هسيبك ترتاحي بس وتروقي وبعدين لينا كلام. ولا بعدين ولا قبلين، خلاص اعتبرني هجيت طفشت. يلا 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 اتفضلي قدامي. يلا يلا في 60 داهيه. يا جويا كنت هروح فطيس، يخرب بيوتكم.